في المازوط اخويا زياده ساهر اخويا. شنو نقول لك، حنا ك سائقين مهنيين تلقينا الدعم، فهمتي؟ كناخذوا واحد تقريبا كتجينا، كانوا جوج شوافريه في الطوموبيل، كتجينا ديك 2200 درهم كنقسموا بعضياتنا. بالنسبه لليسانس اخويا شنو نقول لك، راه المواطن اللي خاصو يهضر على راسو، عاد فين ما دارتي الشوارع ولا فين ما مشيتي كتلقى الزعام، يعني الانسان خارج راضي على الوضعيه. وبالنسبه لهاد الزياده راه بعض الخطرات كتلاحظ في السوق العالميه ديال المحروقات، السعر ديال البرميل طاح، وعندنا اخويا هاد الشركات ديال المحروقات كتستغل بقى كتستغل هاد الشيء هذا، الشيء راه ماشي معقول اخويا. خويا بالنسبه لهاد الارتفاع ديال المازوط، راه هادشي مرتفع بزاف، غالي بزاف، يعني ما خلي لنا والو، ما بقاش نخليو نشيطو شي فلوس نديروها في جيوبنا. يعني اش نقول لك، شي بزاف، راه حنا ولينا ما كديناش شي نبركو في المحلات وصافي، راه حنا كنمشيو نجيو في الطريق هكاك وصافي، غير نضلو في التماره وصافي. يعني المازوط راه مرتفع بزاف، مرتفع بزاف. وبالنسبه للدعم اخويا، هذاك الدعم غير كيقولوا، حنا ما شتا دعم، انا بالنسبه ليا كشايفور ما شتا دعم. ربما مول الطاكسي شد الدعم، اما انا ما شت لا دعم له. بزاف بزاف، يعني تهديد نيت معنى الكلمه، يعني اش غنقول لك، زياده راه فايت القياس، فايت القياس. ورساله ديالي لهاد الناس اللي مسؤولين على هاد القطاع هذا، راه دار كل موقف، راه هاد القطاع هذا راه على عتبه الانهيار في الحقيقه. واش غنقول لك، راه هما كيعرفوا هاد المسائل، انا ما غاديش نقدر نقول لك اودي واش الحرب هي اللي السبب، ولكن هما راهم عارفين هادشي، هما راهم عارفين هادشي وقادرين يديروا حلول، لان هما اللي في المركز اللي غيديروا الحلول، حنا ماشي اختصاصنا نديروا الحلول، غير حنا اللي تنقولوا هو ان هادشي راه